مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاطباء السبعه. يعني اليوم احنا مبسوطين موجودين معكم دكتور زيد حماسه مليار. شكرا. اليوم شكرا موجود بالحلقه انه هو اليوم ضيفنا في الحلقه. نيالي انا ضيف اليوم 7 دكتورز وفرح يعني دائما بالنص هيك منوري الاستوديو عيونك. فاهلا وسهلا فيكي. اليوم بالاطباء السبعه بالفقره الاولى راح نطرح موضوع مع الدكتور زيد، بعدها راح نروح على العمليات، بعدها راح نروح العيادة، بعدها رح يكون في فقرة التك مع الدكتور محمد رشيد. يعني فقرات منوعة إن شاء الله تستفيدوا منها. إيش بروستاتا ومش بروستاتا هلا إحنا اليوم نحكي على موضوع مهم جدا بالنسبة لكل الرجال، إنه يعني النساء ما يتابعوا عشان البطاقية. لا هلا كل الستات اللي بحبوا زواجهم لازم يتابعوا توعية من مصلحتهم إنه يديروا بالهم على زوجهم. صح ولا لا؟ صح. أو إذا بدهم يخلصوا منه يتابعوا برضه. هلا هن الوحيدين اللي بصير عندهم غدة البروستات. نعم. غدة البروستات هي عبارة عن غدة صغيرة بمر فيها البول وبمر فيها السائل المنوي وبتغذي السائل المنوي بإنزيمات معينة. مع العمر بتكبر وبصير فيها مشاكل وممكن يصير فيها لا سمح الله سرطان. للأسف هذا هو السرطان رقم واحد اللي بيصيب الرجال، وهو من أكثر السرطانات اللي ممكن إنها تسبب مشاكل للرجال. نعم. وعادة بيصير بعمر متقدم بعد عمر 50. عشان هيك إحنا بنعمل فحص مبكر له عشان نحاول نلاقيه بمراحله الأولى، لأنه إذا لقيناه بمراحله الأولى ممكن إنه المريض ينشفى منه وممكن يتعالج وينشفى. فبنعملهم سكرينينج، بنعملهم فحص مبكر، فحص دم وفحص سريري لكل المرضى اللي فوق 50 سنة. واللي عندهم حدا بالعيلة عنده سرطان البروستات زي لا سمح الله الأب أو الأخ، ساعتها بنعملهم على عمر 40، بنبلش على عمر 40. طب دكتور زيد هلأ أنا بدي أسأل، دائما بنسمع عن السرطان إنه ما في له أعراض، فهل البروستات في إشي ممكن يميزه المريض أو يعرف أو في عوامل معينة؟ للأسف سرطان البروستات ما بتيجي له أعراض إلا في مراحل متأخرة كتير، لأنه غدة البروستات عميقة جدا جوا الجسم وما بتحس في مشاكلها إلا لما ينتقل لمكان تاني. يعني لا سمح الله لما ينتقل للعظام بيصير في وجع بالعظام، لما ينزف، لما يصير في تسكير في مجرى البول، بس بالمراحل الاولانيه ما بيكون في اي شعور باي شيء. طب هي هل لازم تمر بمرحله تضخم حتى توصل للسرطان ولا مش شرط؟ لا، هلا التضخم لبروستات الحميد ما بيتحول نهائيا لسرطان. حلو. لكن ممكن الواحد يكون عنده تضخم بروستات ومعاه سرطان بروستات. اوكي. فيعني بحب اطمن الجميع انه اللي عنده تضخم بروستات حميد مش معناها انه رح يصير عنده سرطان ابدا، هو دارج اكثر عند الكبار بالعمر. كل الاشخاص الرجال اللي بلغوا رح يصير عندهم بروستات، وكلهم رح يصير عندهم تضخم بالبروستات حميد. اوكي. لكن هذا التضخم الحميد ممكن ياثر وممكن ما ياثر عليهم، والسرطان زي ما حكينا على الأغلب ما حيحس فيه نهائياً، عشان هيك لازم نفحص له عشان نلاقيه مبكر. حكت فرح إنه على أعراض، وفعلاً هو إذا أعراض متأخرة زي ما أنت حكيت بالتالي بنروح للفحص أو التشخيص المبكر. شو المطلوب يعمله المريض بعد عمر 50 سنة؟ خلينا إذا أنت يجي عند أخصائي المسالك يعمل فحص دم بسيط عشان تشتغله ولا عشان يستفيد، عشان نكون فاهم الموضوع. هذا السؤال مش مفروض ينطرح على لا هلا الصراحة هو إحنا ما بنستفيد من الموضوع كتير. لا بمزح معك، لأنه بنعمل بس فحص جسدي وبنعمل فحص دم لهم. حلو. وهذا كافي عشان إنه نوصل ل suspicion أو إنه اشتباه، بس عشان نشخص هذا دوري دكتور زيد. يعني هذا دوري كل سنة كم لازم يعمله؟ كل سنة، وحسب قدين نتيجة الفحص نحكي كل سنتين أو سنة أو أربع سنين مرات. أوكي. لكن تشخيص المرض نفسه بيتم عن طريق خزعة أو عينات بناخدها من البروستات. عادة بناخد 12 عينة من 12 مكان من البروستات ونبعتهم على المختبر، إلا إذا شايفين إشي بالصور وين مكانه ناخد منه عينة مباشرة ونبعتها للمختبر. مرات بنعمل عملية للبروستات لأنها متكبرانة ولأنها عاملة مشاكل بالبول من غير ما نكون عارفين إنه عند المريض سرطان، وبنبعت العينة هذه على المختبر بنلاقي إنه فيها سرطان بروستات ومريض مش عارف عنه ولا حاسس فيه. أنا بتذكر حكيت لي أنت بالعلاج زمان، قلت لي إذا اكتشفناه بمراحل مبكرة ممكن يكون علاجه أسهل من ناحية ليزر أو إنه يكون في تداخل جراحي له،
مظبوط هذا الموضوع، ولا بكل الاحوال بدك تاخذ خزعه انت أصلاً. لازم ناخذ خزعه عشان نعمل التشخيص. لكن في له مراحل، هو في له تقريبا ثلاث مراحل كبيره للسرطان البروستات، في المرحله الاولى، في المرحله الوسطى، في المرحله المتقدمه. بالمرحله المتقدمه في علاج، والعلاج ممكن يكون لسنين طويله، اوكي، لكنه للاسف ما بيكون شافي. يعني برجع مرة ثانية، برد برجع، بنعطيه علاج ثاني، بنعطيه علاج ثالث، علاج رابع، لكن بعيش سنوات طويلة. هاي اللي بدي أحكيها أنا، اللي مش معناها إنه صار عندك أنت سرطان بروستات إنه انتهت حياتك، لا. كان يجيني مرضى عمرهم 85 سنة لهم 20 سنة عم بتعالجوا من سرطان البروستات. فيعني حسب مرحلته قديه هو بيكون شنيع، أوكي؟ أوكي. لكن بالمرحلة الأولى إذا كان داخل البروستات، أوكي، وكان مش منتشر، ممكن شفاؤه بشكل كامل يا إما بالأشعة يا إما بالجراحة. أوكي. صح، 100%. غيره حاب تحكي شيء؟ متحمس لأنه أنا دائما متحمس لموضوع موضوع المسالك. أنا دائما عندكم أنتوا يوم عندكم شهر بالسنة. نعم، هلا شهر 11 صح؟ شهر 11 هو يعني شهر التوعية بسرطان البروستات. فعادة أخصائيين المسالك بربوا شواربهم بهذا الشهر. الكل بربوا شواربهم، مش بربوا شواربهم وبتراهنوا إنه مين بربي شواربه أكثر. اللي بربي أكثر بدفع فلوس أكثر، بتبرع فيها لعلاج سرطان البروستات. حلو. وهذا بصير بكل العالم، حتى بالإنجليزي بسموه موفمبر مش نوفمبر. موفمبر، يس. شكرا كثير دكتور، يعني دائما نتمنى الصحة والسلام لكل حدا فيكم، إن شاء الله ما تشوفوا شر. ودائما بالطب تعلمنا بأنه التشخيص المبكر هو أساس علاج كل شيء. وأنا حاب فهذا إشي مهم، حاب أحكي شغلة مهمة جدا. نعم. سرطان البروستات هو عبارة عن مرض طويل الأجل. نعم. وليس نهاية، هو بداية لطريق علاج طويل يستمر عشرات السنين مرات. بس الأمل الأمل بالله دائما كبير، بالذات مع التطور اللي عم بصير هلا. إن شاء الله دائما نتمنى لكم السلامة، ومن هون رح نستمر بفقرات الأطباء السبعة. خليكم معنا.